والمزيد عن عودة المصريين من معبر أرقين مع مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية. بعد التحية مصطفى، إذن كيف تبدو الأوضاع لديك الآن في هذه اللحظات في معبر أرقين؟ يعني حتى الآن ما زال معبر أرقين البري الفاصل ما بين الأراضي المصرية والأراضي السودانية يواصل تقديم خدمته، وذلك للعابرين من الأراضي السودانية الذين يريدون الدخول داخل الأراضي المصرية فارين من الأوضاع الموجودة في الأراضي السودانية. معبر أرقين والذي يعمل على مدار الساعة يقدم خدمات عديدة. المعبر الذي وجه المسؤولون في مصر إلى جميع من يتواجد داخل هذا المعبر من مسؤولين بتيسير الإجراءات على العابرين وضرورة تقديم العون والخدمة السريعة لهم، هذا بالإضافة أيضا إلى الخدمات الطبية والإنسانية التي ما زالت تتواصل داخل هذا المعبر من عديد من الجهات الموجودة في معبر أرقين. إذا ما تحدثنا عن الأوضاع والأعداد فبكل تأكيد فمع مرور الساعات تزداد الأعداد. هذا المعبر الذي يشهد توافد عدد كبير من الحافلات التي تقل سواء المواطنين المصريين أو السودانيين أو مختلف الجنسيات التي أتت إلى هذا المعبر فارة من الأوضاع السودانية. هناك العديد من الحافلات التي وصلت خلال الساعات الماضية تقدر بأكثر من 35 حافلة قادمة من المدن السودانية المختلفة وتحديدا من المدن القريبة من العاصمة السودانية الخرطوم. إذا ما تحدثنا عن أعداد الحافلات الموجودة فنحن نتحدث عن ما يقرب من 35 حافلة موجودة داخل الأراضي المصرية، ولكن خارج الأراضي المصرية وعلى الطرف السوداني هناك أكثر من 50 حافلة ما زالت تنتظر السماح لها بالدخول، وذلك بعد الانتهاء من إجراءاتها من قبل السلطات السودانية، يؤذن لها من قبل السلطات المصرية بالدخول داخل الأراضي المصرية. لذلك نستطيع أن نقول أن المعبر قد يشهد في الساعات القادمة، ويبدو أن ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم ستشهد أعداد كبيرة ربما تصل لأكثر من 2000 عابر من داخل هذا المعبر متجهين إلى الأراضي المصرية. نعم مصطفى، لقد تحدثت قبل ذلك عن وصول أول فوج للرعايا الصينيين القادمين من السودان، هل هناك أفواج أخرى أيضا من رعايا هذه بعض الدول؟ يعني حتى الآن وخلال ساعات هذا اليوم لم نلحظ وجود أي أفواج لجنسيات مختلفة من الدول الآسيوية والدول الأوروبية، شاهدنا فقط الفوج الأول لرعايا الصين الذين حضروا إلى معبر أرقين تقريبا في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل وغادروا هذا المعبر ربما في تمام الساعة 1:30، أي نستطيع أن نقول أنهم لم يأخذوا أكثر من ساعة ونصف في إنهاء إجراءاتهم، وهذه هي مدة وجيزة نظرا للأعداد الموجودة في هذا المعبر التي تقدر بالمئات في آن واحد. في آن واحد هناك أكثر من 500 مواطن سواء كانوا سودانيين أو مصريين أو مختلف الجنسيات يتواجدوا في صالة واحدة. نستطيع أن نقول أن هذه الخدمات المقدمة تتغلب على العامل الزمني وتقدم لهم إجراءات ميسرة. بالنسبة للجنسيات كنا قد شهدنا خلال يوم الأمس عدد من الجنسيات المختلفة سواء للسوريين والفلسطينيين ومن جنسيات أسيوية أخرى، هذا أيضا بالإضافة إلى الجنسيات الأفريقية المجاورة للسودان والتي كانت تتواجد داخل الأراضي السودانية والآن تغادر السودان متجهين إلى المطارات المصرية وبعد ذلك العودة إلى بلادهم مرة أخرى. المعبر يعمل على مدار الساعة ويقدم الخدمات المتعددة لكل الجنسيات ولا تفرقة بين أي جنسية تأتي إلى هذا المعبر، وذلك وفقا للتعليمات تعليمات القيادة المصرية بإنهاء جميع إجراءات العابرين والتيسير عليهم وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية. نعم، يعني مصطفى كما تحدثت على أن عدد كبير حقيقة يعني يأتي من اللاجئين والرعاية من السودان من مختلف الجنسيات يعني الذين يأتون طبعا من السودان إلى معبر أرقين، لكن هذا يعني لم يعيق أيضا الإجراءات التي تقدم لهم سواء كان من خدمات لوجستية أو من غيره. نعم بالفعل، يعني رغم الأعداد الكبيرة التي تأتي إلى هذا المعبر ولكن الخدمات مستمرة والخدمات تتواصل على مدار الساعة للتيسير على القدوم، خاصة وأن من يأتي إلى هذا المعبر عانى جراء الرحلة الطويلة التي بدأها من مدينة الخرطوم أو من المدن الآمنة القريبة من مدينة الخرطوم، هي مدة تقدر بأكثر من يوم سفر تقريبا وصلت في حسب الكيلومترات إلى أكثر من 900 كيلومتر، لذلك عناء السفر
السفر كان واجب على من يتواجد في الأراضي المصرية من قبل المسؤولين أن يقدم لهم الدعم والعون. وبكل تأكيد هو ما لاحظناه وهو ما أثنى عليه أيضا كل من يتواجد داخل الأراضي المصرية، عبر عن رضاه التام موجها الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية على كل ما بذلته وقدمته من تيسيرات جعلت الأمور هنا في معبر أرقين أكثر أريحية. المعبر الذي كان لم يشهد هذه الحركة من قبل ولم يشهد هذا الإقبال إطلاقا، الآن يتعامل مع آلاف مؤلفة تتعامل وتدخل إلى الأراضي المصرية، ورغم ذلك هناك تيسيرات مقدمة وإجراءات سريعة. يحاول المسؤولون داخل هذا المعبر التغلب على كل هذه الأعداد من خلال تسريع وتيرة الإجراءات. نعم، تحدثت مصطفى على أن يعني هؤلاء القادمين أو الرعاية يعني سواء كان من مصر أو من دول عربية أو أجنبية عندما أتوا إلى معبر أرقين طبعا كما قلت عبروا لمسافات طويلة، هل هناك من يحتاج إلى رعاية طبية أو احتاج إلى رعاية طبية؟ وبالتالي هنا نتحدث عن الخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم. بالفعل يعني زميلي حسان، منذ دقائق كانت سيارات الإسعاف تجوب هنا داخل معبر أرقين البري وتتجه إلى أحد المصابين أو حالات الإعياء التي حدثت بشكل مفاجئ من القادمين إلى هذا المعبر. هذا أيضا بالإضافة إلى تواجد عديد من وحدات الرعاية المتنقلة المتواجدة والمتمركزة داخل هذا المعبر أيضا، سواء كانت من الهلال الأحمر المصري أو من سيارات الإسعاف التي تحاول تقديم الدعم الطبي لكل من يسأل عن أدوية. هناك نقص شديد في الأدوية، ممن جاءوا إلى معبر أرقين لم يتحصلوا على أدوية يعني خلال كيف كانت طبيعة حالاتهم الصحية مصطفى؟ يعني هل هي حالات صحية بسيطة أعياء نتيجة هي حالات أعياء مسافات أم ماذا؟ بالفعل يعني بالفعل يعني هي حالات إرهاق وإعياء نتيجة لطول السفر ومشقة السفر الذي استمر لأكثر من يوم. هذا أيضا بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة الذين يطلبوا بعض الأدوية، ولكن سيارات الإسعاف وهيئة الهلال الأحمر المصري توفر لهم كل هذه المتطلبات. تباعا نتحدث عن نقص شديد عانه من يعبر الحدود السودانية إلى الحدود المصرية جراء نقص في الأدوية ونقص في الخدمات الطبية في الأراضي السودانية. كل هذا أدى إلى حالات إعياء وحالات أمراض مزمنة تبحث عن أدوية، ولكن ما شاهدناه من خدمات طبية داخل معبر أرقين يواجه كل هذا النقص ويتعامل تباعا مع المعطيات والمفردات الموجودة تؤدي من ثم إلى نتائج جيدة. هذا أيضا بالإضافة إلى التعامل النفسي وكيفية تقديم خدمات إنسانية سواء بالوجبات البسيطة أو تقديم كل ما هو مسموح به داخل هذا المعبر من خدمات أو من طلبات تلبي في على الفور، سواء كانت من الجهات المسؤولة عن المعبر أو من الجهات المشرفة عن الخدمات الطبية مثل الإسعاف والهلال الأحمر المصري. كيف هو حال الأطفال؟ طبعا الأسر التي تأتي، طبعا معظم هذه الأسر مع لديها يعني أطفال، يعني كما كنا نشاهد في الفيديوهات أو الصور اللي تأتينا من هناك. يعني مصطفى، كيف هو حال الأطفال يعني مع ذويهم أو أسرهم الآن؟ يعني بالنسبة لكثير من الأطفال هناك حالة ذعر مما شاهدوه في الأراضي السودانية، سواء من المدن التي خرجوا منها وتحديدا من العاصمة السودانية الخرطوم، وأيضا من أهوال الطريق. هناك من تعرض للسرقة وهناك من تعرض للاعتداءات من قبل العصابات والأفراد الذين تسلحوا للبلطجة، وذلك نظرا لانفلات الأمن الموجود في السودان. هناك على الطرق الواقعة ما بين الأراضي المصرية الأراضي السودانية حالات للسرقة تعرض لها الكثير من أرادوا الدخول إلى الأراضي المصرية، وعبروا عن أن هذه الحالات أصابت الأطفال بالذعر الشديد. هذا أيضا بالإضافة إلى الحالة النفسية السيئة لمن تواجد بالأصل في الأراضي السودانية جراء الاشتباكات وإطلاق النيران بشكل مستمر وبشكل عشوائي، جعل الجميع يعيش في حالة ذعر، ولكن الأطفال هم الأكثر ذعرا. كنا قد شاهدنا أسرة سودانية تتحدث عن أن الأطفال يعانوا من الذعر الشديد، وربما خلال الدقائق التي دخلوا فيها الأراضي المصرية وشعروا بالطمأنينة لبعض الشيء من الحديث والود الموجود وتقديم الخدمات الإنسانية مثل الوجبات الخفيفة وتقديم المياه وكل المشروبات. كل هذا أدى إلى وجود حالة من الطمأنينة يعني هدأت من روع من دخل إلى الأراضي المصرية في هذه الأثناء.
طبعا هنا يعني وجود هؤلاء القادمين من السودان والرعاية أيضا من كافة الجنسيات وأيضا من المصريين فرصة مهمة جدا طبعا لإطمئنان أهاليهم وأسرهم على وجودهم. يعني كيف تتم الاتصال بينهم وبين أهاليهم وخاصة يعني من الأفواج أو الجنسيات العربية والأجنبية؟ يعني هنا داخل هذا المعبر من يدخل يبحث أولا عن وسيلة اتصال لطمأنة الأهل سواء كانوا الأهل في مصر أو خارج مصر، الكل يبحث عن كيفية أن يتواصل مع أهله لطمأنتهم. هناك بالفعل عدد كبير من الأسر لم تخرج كاملة، هناك أسر خرج نصفها والنصف الآخر ما زال موجود داخل الأراضي السودانية، وهناك بعض الأسر التي ما زالت تبحث عن كيفية الخروج وكيفية التعامل مع الأزمة والموقف. لذلك فوسائل الاتصال الموجودة تقدم من خلال معبر أرقين سواء من المسؤولين أو من أي مصري يتواجد في هذه الأثناء وفي هذا المكان تحديدا، يقدم لهم الدعم دون أدنى مسؤولية، دون أدنى أن يكون هو صاحب سلطة أو صاحب مسؤولية. هو تعامل إنساني لتقديم خدمات، يستطيع المواطن أو يستطيع كل من يعبر هذا المكان أن يتواصل مع أهله ويطمئنهم سواء كانوا في الأراضي السودانية ما زالوا أو خارج القطر المصري أو بداخل مصر. هناك الكثير ممن يخرجوا يتواصلوا مع ذويهم في السودان لطمأنتهم وكيفية التعامل معهم خلال الفترة القادمة، وأيضا إعطاء بعض الإرشادات والنصائح لهم عن كيفية الخروج عبر الممرات الآمنة وأن يصلوا بطرق أسهل إلى معبر أرقين ومن ثم الدخول إلى الأراضي المصرية. بالتأكيد سوف نكون معك إذن في تغطيتنا المستمرة حول هذا الوضع وما يحدث أيضا والأجواء في معبر أرقين. أشكرك مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية.